السلام عليكم ورحمة الله. أنا عبد النبي دشناوي محمد، مقيم في الكويت. أنا اللي تعرضت لحادث السيارة اللي دخل في المحل. أطمن الجميع، الحمد لله أنا بخير، ربنا نجاني وطلعت منها بخير، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد يا رب. بشكر طبعا كل الناس اللي اتصلت عليا من الكويت، وكل الناس اللي اتصلت عليا من مصر، وبشكر السفارة المصرية اهتموا واتصلوا بيا، وأشكر وزير القوى العاملة معالي الوزير محمد سعفان، وأشكر كل الناس اللي اهتموا بالموضوع. والحمد لله طبعا ونشكر السيد الرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، لأن احنا عايشين الحمد لله في عصر ذهبي في اهتمام بالمواطن داخل البلد وخارج البلد، والحمد لله أنا بخير وبطمن الجميع الحمد لله. السلام عليكم.